دائما تعودت واقولها لك يا مرة الحمد لله. انا نواف الخالد ينهزم خارج الملعب فقط، لكن داخل الملعب بفضل رب العالمين ومن رضا الوالدين انا اهزم. كره منقوله عبد الهادي الخميس الان العماني ملعوبه الى منطقه الجزاء، هذه خطره علي الحبسي طلع، خلاص الثواني الاخيره علي الحبسي طلع، الكل موجود في منطقه الجزاء الكويت حتى الحبسي، الكره باليمين ملعوبه عرضيه بالراس وصلت لعمان. الله يا نواف، الله يا نواف، الله يا نواف، عملاق عملاق نواف اليوم. رونالدينيو في الرجلة الرابعة يتقدم وليد بيلعب للكرة، في المشهد الخالد خلصها الخالدي لجمهور القادسية وضاعت يا وليد، ضاعت الكرة يا أبو علي، ضاعت الركلة الرابعة للكويت من واحد من أهم نجوم المباراة حذاء رونالدينيو. الشلهوب والقائد يرسل يا إلهي ما الذي يحدث في الديربي الكبير، يرسم الديربي التسجيل، مرفوض مرفوض مرفوض، هكذا يقول نواف بخلصة سليمي، فيها تصويبة من مساط، يا رب يا الله، أخطر الفرص في المباراة كانت من عبد الله الشمالي، كانت بمينة رايحة، لكن نواف الخالدي يتصدى لهذه الكرة، يتصدى لأولى المحاولات، أول تهديد يأتي في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب عبد الله الشمالي. شوف التصويبة، بيلعب الكرة على الطاير لكن حارس المرمى نواف الآن علي يتقدم، بيلعب الكرة، الله، متابعة من محمد فريد، لكن وكأنه مدافع في هذه اللقطة للقادسية. الخالدي يتصدى، الجسور والقفاز يستمر. إعادة أخرى لكرة علي مكسيد، لكن بالبوكس يبعدها نواف، يبعد غريكا في المباراة لم نراه، الباحث عن اول اهداف يلعبها، الله يا سلام يا سلام يا نواف، يا سلام يا نواف، وتسديده حلوه وقويه من الكرات الثابته، وهذا يتحمى طبعا الاخطاء المستمره اللي الثانيه ايضا، وضاعت الثانيه للعربي ايضا، وهي الاولى للعربي، شوف تلق في حارس المرمى، حقيقه نجمي اللقاء. السلامي سدده في الجول، ضاعت، الله ضاعت، طلع الخالدي في الترجيعية قدام العربي حقيقة، يتصدى للثانية، يتصدى للثانية، وبالتالي ثلاث الخالدي، الله بالفعل هو البطل، بالفعل هو البطل، هو الجسور الخالدي نواف، هو الذي أبعد العربي بركلات الترجيحية، وبالتالي يصعد بالمباراة النهائية القادسية. أربع ركلات ترجيحية ولا واحدة في الجول، ولا واحدة جول، شوف الأخيرة.
لمصلحة الشرطة، تسديدة قوية، لكن نواف الخالدي، نواف الخالدي يتصدى لكرة وتسديدة قوية ومحاولة كانت للشرطة. شاهدوا هنا الكرة في المرة الأولى، نواف الخالدي بعد ذلك التسديدة التي أتت من خارج منطقة الجزاء يتمكن منها الحارس نواف الخالدي، تسديدة كانت هذا عن إنجازات نادي الشرطة. هنا فرصة ولكن نواف الخالدي، نواف الخالدي كاد أن يكون إنجاز آخر للشرطة. يحتسب حكم لقيم المرمى، سطرم تسديدة، يا سلام، حلوة الكرة من كارلوس مونوز، وأروع من حارس المرمى، أروع لقطة من حارس المرمى نواف الخالدي. لكن لاحظ اللعب بارينا، مر وتقدم كارلوس مونوز، سدد حارس المرمى، يبعد الكرة الماضية، يخلصها إلى ركلة ركنية صاروخ، البحث عن تسديد، وهنا التسديد الثالث، ولكن نواف الخالدي، علي فايز أمام نواف الخالدي، علي فايز، علي فايز، يتصدى نواف، يتصدى نواف، يتصدى نواف الخالدي، وفرصة الفوز القادسية الآن مواتية، فرصة الفوز الآن القادسية مواتية، إذا سجل لعب القادسية فالقادسية هو البطل. شاهدوا هنا الكرة، التصدي من حارس المرمى، الحارس الكرة بيحاول فيها وتتلقت، الله على الصدى الذهبية لنواف الخالدي الذهبي، الله، بهبول البديل، أوه نواف الخالدي، والصدى الذهبية من تسديدة رائعة لتهد. خمسة أهداف صعبة خاصة في الآن شوط المباراة الثانية، هذه الصدى الذهبية لنواف الخالدي. شوف عمر السوي، صدى، روعة، على هذه الروعة جاءت النهاية، ايش النهاية مشاهدينا متابعينا، شوط اول بكره الاثاره، هدف لصفر لفريق القادسيه، التوقيع لبدر البدور، بدر المتوع، لكم مني اجمل تحيه. ضايع مشاهدينا الكرام، يتذكرون الماضي، محاوله متابعه، يا رب فعلها الجسور، دقيقه نواف، 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 مشهد خالد للخالد، ومحاولة خطيرة عرضية ممكن، كرة، الله يا نصري، الله. فريق نادي الفيصلي الذي يتوهج ويحاول إكرام الضيف من البداية بكرة عرضية، ضاعت، بل لم تضع، تألق الخالدي في إنقاذها، تألق الخالدي في إنقاذها. محاولة كانت أمامنا، تقدم كان في الأمام، والعرضية بعد ذلك بلعوبة من جانب اللاعب خلدون الحمدان.